بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. الدنيا دي عجيبه قوي، ممكن تلاقي فيها نفس الحدث ممكن يفرح ناس وهو نفسه بكل ملابساته يزعل ناس تاني. وهو يعني بيقول لك دايما ايه، مصائب قوم عند قوم فوائده. وتلاقي نفس الحاجه نعمه عند ناس ونقمه ومصيبه عند ناس تاني. زي فلوس مثلا، واحد تبقى في ايده الفلوس يحولها لخير وعطاء ويعيش بيها حياته مستور وراضي، والتاني يبقى معاه نفس الفلوس يشرب بيها مخدرات وحياته تتقلب لمصايب ويعيش فيها لا متهني ولا مرتاح. كل حاجة في الدنيا ليها منظورين، منظور حلو ومنظور مفيد. يعني لا، منظور حلو ومفيد ونعمة يعني من نعم ربنا، ومنظور تاني بيبقى يعني نقمة بتعود عليه بكل ضرر. النجاح في الدنيا نعمة، ده المنظور الحلو، إنما ممكن يخلي صاحبه مغرور وشايف نفسه على الناس فيقع على جدور رقبته. والفشل والسقوط ده نقمة، وبيخلي الواحد منبوس في المجتمع ويتبصله على إنه فاشل، إنما ممكن بصة الناس دي تخليه ما يكررهاش تاني أبدا، ويبقى سقوطه وفشله ده حافز إنه ينجح ويعلى ويقف على رجليه. كل حاجة في الدنيا ليها ملك وكتاب، وش وظهر. إحنا بقى النهاردة هنتكلم على حالة من الحالات اللي بتصيبنا كلنا أحيانا، يعني ساعات تبقى نعمة كبيرة قوي نشكر ربنا عليها ونحمد فضله على وجودها، وأحيانا تبقى مصدر إزعاج لينا وسبب في مشاكل كتير ممكن تحصل لنا، وممكن تبقى سبب في أننا يعني كمان يعني نتلسع لنا كم لسعة كده معتبرة في نار جهنم. النعمة اللي هي ذات نفسها ممكن تبقى نقمة هي النسيان. كلنا بننسى والحمد لله، يعني الحمد لله قوي أننا بننسى عشان ما نفضلش متعذبين طول عمرنا بإساءة حد لينا، ولا متعذبين بفقدان عزيز علينا. يعني ساعتها بنقول ده النسيان ده نعمة، كان زماننا اتجننا ولا جرالنا حاجة. وفي نفس الوقت انك تنسى تعمل ما عليك من فروض وواجبات زي الصلاة وزيارة الأم والاتصال بقرايبك مثلا والسؤال عليهم في مراتهم ولا احتياجهم ليك، بحجة المشغوليات وان دماغك مش دفتر وانك هتفتكر ايه ولا ايه ولا ايه، دي نقمة وهنتحاسب عليها. تنسى الوحش والإساءة ماشي، إنما تنسى اللي عليك تعمله مش ماشي. تنسى واحد غلس ودمه تقيل على قلبك وكل ما هتفتكره تقطع في فروته يبقى ماشي، انسى أحسن. إنما تنسى حد كلت معاه عيش وملح أو تتناساه وتعمل نفسك مش عارفه مش ماشي. تنسى معاد برنامج عاوز تتفرج عليه مش قصة. تنسى مفاتيح عربيتك حطيتها يعني فين، أديك هتدور عليها شوية وهتلاقيها. تنسى تشتري حاجة من السوبر ماركت وانت أصلا رايح هناك عشان تشتريها، يا ما بتحصل. إنما تنسى تجيب ولادك من المدرسة مثلا، أو تنسى تاريخ ميلاد المدام أو اليوم اللي اتجوزته فيه، أو تنسى تعيد على حماتك في عيد الأم، لا دي مش هتعدي بالسهل. هل النسيان ده شيء ممكن نطوعه ونحسن استخدامه أو نسيء استخدامه؟ يعني دايما تلاقي ناس تنصح حد وتقول له انسى بقى اللي حصل وافتح صفحة جديدة، هل ده بإيديه؟ هل النسيان ده شيء بإرادتنا نعمله أو ما نعملوش؟ في إيدك تفكر نفسك كل شوية يعني بحاجات كده بانك تكتبها في نوتة او تعلقها على الدولاب، انما هل في ايدك تنسى الاساءة او الموت او الابتلاء او المرض؟ عن النسيان هتدور حلقتنا النهاردة مع فضيلة الشيخ احمد تركي.